أهلا بحضراتكم في هذه التغطية. قال الدكتور محمد أمين محامي أسرة حبيبة الشماع فتاة الشروق أن جهات التحقيق قررت استدعاء ممثل شركة أوبر بالقاهرة، وذلك للاستماع إلى أقواله في تعيين المتهم بالشركة رغم سابقة اتهامه بقضية مخدرات سابقة، كما أن تحليل المخدرات الذي أجرته النيابة ثبت إيجابيته. وكشف تقرير الطبي أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة. التحقيقات كشفت أيضا أن الفتاة تعاني من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة. النيابة العامة قررت تفريغ كاميرات المراقبة وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم الذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات. بينما محامي المتهم كشف أن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن المتهم يعمل منذ سنوات في شركة أوبر بدون أي شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة. لكن من جانبه تقدم محامي أسرة الفتاة بطلب تعويض مدني أمام النيابة العامة ضد المتهم وشركة أوبر نتيجة الأضرار التي لحقت بموكلته. وكان قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح تجديد حبس المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق 15 يوما على ذمة التحقيقات. حبيبة الشماع تبلغ من العمر 24 عام، خريجة كلية إعلام من الجامعة البريطانية، وتعمل في مجال الأثاث والديكور، بينما المتهم يبلغ من العمر 34 عام، حاصل على دبلوم فني صناعي قسم تبريد وتكييف، متزوج ولديه 3 أطفال أكبرهم في المرحلة الابتدائية. بداية الواقعة كانت بتحرير محضر في قسم شرطة الشروق بمحاولة خطف فتاة تدعى حبيبة الشماع بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى. وتسلمت النيابة العامة التقرير المبدئي عن سبب وفاة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا بفتاة أوبر بعد وفاتها الخميس الماضي. وكشف التقرير الطبي الأولي أن الفتاة تعرضت لهبوط حاد في الدورة الدموية تسبب في توقف عضلة القلب، ولم تنجح محاولات إنعاشها بالأجهزة المختصة. مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع، شكرا جزيلا لحضرتكم.